أسئلة كثيرة تسأل عن الراقي، هل له شروط وهل للرقية شروط حتى تكون مشروعة؟ نعم، الراقي يشترط فيه أن يكون عالما بالرقية الشرعية، ما يكون جاهل ويرقي الناس عن جهل، وربما يقرأ في كتب ضالة من كتب الطب أو غيره ويرقي بها الناس، يكون عالم بالرقية الشرعية، أن يعتمد على الله، يعتبر أن الرقية سبب فقط، وأما الشافي فهو الله سبحانه وتعالى، وأن تكون الرقية أيضا باللغة العربية الفصيح، ما يتمتم بلغة أخرى ما يدرى ماذا يقول، لازم يكون باللغة العربية إذا كان يعالج ناس من العرب، ولا يخفي عنهم شيء ما يدرون ما هو. الرابع أن يعتقد أن الشفاء من الله، وإنما الرقية سبب من الأسباب. نعم.